على البارحة يوم انقطع حسة لو ناس سر الونيس من الونيس النعاسي فزيت مثل اللي مقزيه وجاس متعرض ظرف من الوقت قاسي وشبيت لي غمر عروقه بلطعاس في راس قوز ما تجيها التكاسي ما يصل غير اشهب يمرس مراس مراس ديب سامع له حساسي وخرت من جم وقدمت محماس بيض ثلاثة لا بحجم ومقاسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصبحكم الله بالخير. أدري أنكم زعلانين ومتضايقين علي ومتضجرين وتقولون ليش رجعت وخليت ألبل وشديدها. إن شاء الله أني برجع للبل يعني بعد كم يوم، لكن أنا عندي إعلانات مرتبط فيها لازم أخلصها، وإذا خلصتها رجعت إن شاء الله. عاد الإعلانات تحتاج يعني بعد النجاح، إذا نجحت الإعلانات يعني يزيد الخير إن شاء الله ونقدر نروح ونجي، وأنتم تعرفون ما أدري غير الله ثم أنتم يعني تغير الحوقان عن منابت الفترة الأخيرة، تغير عندي أشياء كثيرة، لكن الله يزينها إن شاء الله. إن شاء الله أني أخلص إعلاناتي وأديها بالشكل المطلوب وأرجع للبل إن شاء الله وأكمل معكم متعتكم اللي أنتم تحبونها وتشوفون أشياء أجمل إن شاء الله من الرحلة السابقة. الحين صباحكم خير، أول خطوة بروح بأخذ لي قهوة وبعدها بروح لمخيم ذوي غانم، عيال عمي واخواني مجتمعين في المخيم، واليوم مباراة المنتخب السعودي، ساند منتخبنا ونشوف المباراة سوا ونكون معكم في يومياتنا اللي ابتدت من الحين. صباحكم رضا وسعادة يا سادة ويا سيدات، والله يسعد هالجي. ما شاء الله ما شاء الله، حياك الله يا ابو عبد الله. حياك الله، سلمت يا شوق قلب انت ام الوشمي. ومن يقول سالم الله يمسيك بالخير يا ابو غاز. ليه امس انقلب على ذوي غانم كله؟ وش يقول؟ يقول وين هذول اللي انا احط مخيمات واجاهدهم واجمعهم ولا يبون الجامعه، وش عندهم هذا؟ وهو شباب ذوي غانم يوم يجمعهم ورا ما يدك قويهم السنين كلها، خلهم ينقلعون. ما عاد ما تخليني يا ابو غازي، لازم تقف ترك ابو عبد الله مع علاقه. قلت ابو عبد الله رايحين يتمشى وهذا هو عادي عادي، احنا نسد عينه ولا في مشكله. اهي بيض وجهك. وش فيك انت الله يمسيك بالخير يا زين. من الشرقيه ومنور مخيمنا. هلا يا ابو نادر، كيف حالك؟ طيبين. متى ترجع معي للبل؟ اخوانك شادين بلبل ان شاء الله. خليك جاهز بكره. هذا من اللي يبونه مخره. مساكم الله بالخير يا جماعه الخير، وش حال كل باسمه؟ ان شاء الله انكم طيبين، بالتوفيق لمنتخبنا اليوم يلعب، وان شاء الله ان معهم قلبا وقالبا. يلا فالكاس ان شاء الله. مساء الخير ابو عبد الله. بالنور والسرور. كيف حالك؟ ارحب. طيب ارحب. شلونك؟ يلا حيف. هلا. كيف حالك؟ انت محضر في مخيم اول واحد؟ ايه محضر في مخيم اول. يا اخوي انت وراك رحت للبل ما تركتني، والشديد والعلوم هذا. والله يسالون عنك اهل البل واهل الشديد والباديه هنا، وين مخلد؟ ابى اروح لهم. جو مخلد هذا. ما بروح، ما اتركهم. ما اتركهم، ما ربى مخيم هذا لو ينهد اليوم. والله يا بورك والله. فوان وصلوا هالحين. والله يوم خليتهم عنا معشيني يمين عقلة الصقور. تاني عايم في منزلهم هالحين. لا باقي ما خلهم يقطعون السريع حق حالة القصيم. ايه وانا معهم. كفو. اجل اجل. ايش تبى؟ الساعة او شكتها الاثنين. طيب. الرجال هذول متجمعين عام خير. اشوفه. مباراة السعودية الساعة 4. رجال هذول يبون غدا. طيب اللي قال الغدا البارح وين؟ المخيم مبني ومعمور، والغدا اللي قاله ما ادري انا رقد ولا الرجال هذول يبون غدا. كيف يعزم ويرقد؟ ما حتى لو رقد انت مكانه وخنجر انت خدم له سيف يا ابو غازي. هذا الكلام انا شاب عم منك قدام طليين وقدام ما عليه ما عليه. خسرت انا يا بدر. تقدر والله لو تذكي كل ساعة طلي انت وافي، هذه مذخورة لك من على اجدادك. حاطنا الغدا يا مال الشحن. حاطنا الغداء، رجال جاي ضيف والرجال هذولي من كلمة. حاطنا الغداء وانت تقدر ورهب غريبتن عليه، وانت طيب وصلك طيب وطيبك من طيب الجداني. وش تبون غدا؟ طلي. طلي؟ ايه الرجال نص ما يكفي؟ لا الحمد لله نعمة بس ما يكفي، الرجال واجب. هات طلي يا ولد. هات طلي.